كل سنه طيبين في عيد 6 اكتوبر عيد الضحى جميعا. مصر انتصرت فيه ومكان كرامتها سلطان سينا كل ارض عيد. انا استكمل كلام طمع ورع الستين رفيق السلاح وصديقي عن عمليات الاداء. قبل ما اتكلم عن عمليات الاداء بقول ان بعد الحرب 67 مباشره القوات المسلحه بالكامل عملت عمليات جميله. يعني كان مثلا بعد حرب 67 اسبوعين اثنين كان في عمليه راس العش بتاعت الصعقه، العمليه النزوليه الكبيره قوي. بعدها بشهور قليله وبالتحديد 21 اكتوبر لانشات الصواريخ المصريه دمرت المدمره ايلات امام سواحل بورسعيد. خلال فتره حرب الاستنزاف القوات المسلحه عملت حاجات كتير، القوات البحريه المدمرات ضربت المتجمعات العالم البارزه والرمانه، القناصات بدات الغواصه تكار امام سواحل اسكندريه، الضفادع البشريه عملوا عمليات جميله جدا، منها عمليه خارج الحدود كانت اليجان لرقوا حفار اسرائيلي اسمه كانتينج كان جاي من كندا عشان يستنزف البترول المصري. ايضا عملوا عمليات ايلات. بقول عمليات ايلات عشان الفيلم الطريق الى ايلات باين ان هي عمليه واحده، لكن هم زي ما الاستاذ لواء عمر قال ان هم ثلاث عمليات. هو احنا دخلنا ايلات خمس مرات تنفذ فيهم ثلاث عمليات. باختصار شديد كان زي ما بان في الفيلم ان احنا المعدات والذخيره راحت على العراق ونزلت في مطار اسمه ميتش بيه الحبانيه وتهربت الاردن على اساس انها معدات وذخيره لمنظمه فتح. الشكل ده كان ساعه ما نخش الاردن. احنا دخلنا الاردن طبعا كان علم السلطات الاردنيه بمشكورات وصورنا طبعا مصورين على المقررات واسامي غير اسامينا وبوزاره السياحه التقينا مجموعه اللي هي معاها المعدات ومعدات الغطس والالغام زوجيك اللي هو الارب المقام و تم الوصول الى خمس مرات نفذنا فيهم ثلاث عمليات. العمليه الاولى كانت في 16 نوفمبر سنة 69 وتم فيها تدمير سفينتين، واحدة اسمها داليا وواحدة اسمها هيدرو. وصلت ثلاث مجموعات ضفادع، المجموعة بتاعت الضفادع عبارة عن فردين ضابط وصف ضابط، كنا ست أفراد. تمت عملية بنجاح الحمد لله ولم يكن هناك أي خسائر باستثناء الشهيد فوزي البلوي. ده كان الزميل يقول الماضي بتاعي كل اثنين مربوطين ببعض بحبل يسموه حبل الاتصال عشان ما يتوهوش من بعض في الميه. بس حبيت انوه عنه انه بان في الفيلم ان الاسرائيليين شافوا مجموعه الضفادع وضربوا النار عليهم فاستشهد فوزي البلوي. الكلام ده مش صحيح. لو هم ضربوا علينا النار يبقوا شافونا، ولو اكتشفونا يبقى العملية بقت فاشلة. هذا لم يحدث. احنا دخلنا ايلات ولغمنا المراكب ورجعنا محدش شافنا خالص غير لما عرفوا بعد ما مركبه كبرت. استشهد بحادثة من حوادث الغطس التي تحدث حتى اثناء التدريب. هو اللي حصل ان احنا بنغطس بجهاز دايرة مغلقة، جهاز اكسجين، اكسجين صعب يعني. عشان ما يطلعش البابلز الفقاقيع فيبان ان في ضفادع. الغطس بالاكسجين الصافي ممكن لغايه حدود معينه يعني 12 متر 15 متر على الاقل، وده الحد المطلوب ان احنا نغطسه. احنا بنغطس عشان نستخبى تحت الميه، لكن وانا تحت المركب كان الميه
شفافة بشدة وصافية، بحيث وأنا تحت المية كنت شايف الناس وهم ماشيين فوق المية، وبالمقابل تخيلت إن هم شايفيني أكيد يعني، فكنت أسمع العمق أكتر من المسموح به. وحصلت الحادثة للمرحوم فوزي البلوي، فدي حادثة غطس وليس بفعل العاجز. كان اللي حصل ده تنفس الأكسجين الصافي تحت ضغط بيخلي سنتر في المخ يحصل له نوع من الساتوريشن، التشبع، فما يتنفسش بالمخ، بيسموها تزمر الأكسجين. هذا الرجل الزميل فوزي البلوي كان بطلا حتى النهاية، لأنه وهو بيموت يعني حصل له الحادثة وبيموت، واستمر لغاية ما ركب اللغم بتاعه. احنا كل واحد كان معاه لغم، فأنا ركبت اللغم في منتصف السفينة، ما تخيلت إن هو ده مثلا مخزن ذخيرة أو حاجة من هذا القبيل، وقلنا نركب اللغم التاني في مؤخر السفينة اللي هو ما تخيلت بتبع ماكينات عشان نرمى من المادة التانية. وهو رايح يركب اللغم بتاعه كان بيموت فعلا، مجرد ما ركب اللغم فتحت المركب على طول وشاور لي قال لي انا تعبان يلا نطلع على وش الميه. طلعنا على وش الميه، كان استشهد رحمه الله. هو كان زي ما سمعت حضراتكم التعليمات النسيب اللي يموت، لكن الحقيقه ان انا فكرت وفي اقل من الثانيه، وانا كنت صغير قوي زي ما انا كان عندي 21 سنه وهو كمان كان قديم، كنت انا ملازم اول وكان هو رقيب. انا قلت ان يعني العمليه جميله ونظيفه وعمليه معموله بطريقه حرفيه شديده، وصار انها تبوظ بان تسيب الجثمان بتاعه، ويهودي صوروه بقى يقولوا الضفادع البشريه المصريه جم واحنا موتناهم وادي صوره واحد منهم. كمان قلت يعني كان نفسي انه يرجع يدفن في بلدنا، يعني هو راجل بطل مات في الحرب، كان نفسي يدفن في مصر وهو ما حدث. رجعت بيه وكنت عارف ان انا لما ارجع هتاخر على ميعاد الزودياك، وده اللي حصل فعلا. الزودياك سابنا ومشي لان هو عنده ميعاد محدد لازم يرجع فيه عشان يوصل نقطه الانطلاق قبل اول طول. ووصلت الى الشاطئ العقبة في الأردن، ودي كانت العملية الأولى. ما كانش عندنا خسائر خالص غير الشهيد فوزي البلوي، حتى في باقي العمليات لم يحدث أي خسائر. في فبراير سنة 70 عملنا في العملية الأولى غرقنا مركبين، قلت دانيا وهيدوما. في فبراير 70 غرقنا مركبين تانية، راحت مجموعة من الضفادع البشرية وغرقنا مركبين تانيين اللي هما بيت شيفا وبيت يامن. كان فيها مجموعتين، مجموعة بقيادة الأبطال رامي عبد العزيز، والمجموعة الثانية بقيادة الأبطال عمرو البتنان. هو بيت شيفا كان بيننا وبينها طار، دي ناقلة دبابات كانت عملت عمليات رديئة جدا على شواطئ البحر الأحمر، يمكن هيتكلم عليها اكثر سياده لواء وسام حافظ على اساس ان هو رجل الاستطلاع اللي كان بيعرف الحاجات دي. فكان نوع من الانتقام اخذ الطار زي ما احنا تعودنا، كان قرروا القاده انها تغرق وفعلا لقبناها هي ومركب ثاني اسمها باتيام، او لقبناها المجموعتين اللي راحوا، ودي كانت العمليه الثانيه. في العملية الثالثة بيسموها عملية تدمير الرصيف الحربي، هو مجازا وما كانش قصدنا قوي تدمير الرصيف الحربي، انما بعد العملية الأولى والثانية إسرائيل انزعجت جدا من الضفادع البشرية المصرية، وعملوا استجواب لموشي ديان وزير الحرب الإسرائيلي في هذا الوقت، ويعني كانوا مستهين جدا من ان الضفادع داخلين طالعين كل شويه. الراجل اللي عمل كل اللي يقدر يعمله انه عشان يمنع الضفادع، منها انه عمل شباك على مدخل المينا، لكن قطعناها ودخلنا.
عمل يرمي عبوات، العبوات دي حاجه بتنفجر تحت الميه بتموت الضفادع. العمليه الاولى سمعت عبوتين طول الليل طول العمليه. العمليه الثالثه كان في معدل كل دقيقتين في عبوه في الرجل. خلى كمان المراكب ما تباتش في الميه. يعني هم المراكب تيجي الصبح تقعد تفرج وتحمل، بالليل تمشي بره عشان الضفادع تشتغلوا بالليل. ورغم هذا القياده تخطت كل هذه العواقب اللي هو عملها، ودخلنا قطعنا الشباك ودخلنا تحملنا العبوات اللي بتتحمل. وحطينا الغام اكبر من المعتاده، الغام المعتاده كانت 50 كيلو وفيها تي ان تي، خدنا الغام 125 كيلو وفيها ماده اسمها هيكسوجين قوتها التدميريه قد التي ان تي مره ونص. وكان المفروض انها تتحط تحت على القاع، المراكب تيجي تقف فوقها تنفجر، هتعمل حاجه بالاثنين، اما انها تغرق المراكب وده اللي مطلوب خير وبركه اللي احنا عايزينه، او تعطلها تخسرها فما تقدرش تخرج فنهاجمها بالليل تاني ونغرقها. حدث احد هذه العبوات كانت العمليه الثالثه، كان في مجموعتين برضه كان عمر عز الدين وانا، وابوها كانت قريبه جدا مننا